بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شوف، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحديث إن شاء الله بإذن الله عن واحد من ضمن الكومبوننتس الجميلة اللي هي كان اسمها البادج. البادج ده ربما نكون بنشوفه أو الاستخدام الوظيفي بتاعه بيديني علشان يطلع لي أرقام أو عشان يطلع لي رقم. ده بيقول إنه مفيد جدا في حالة الأنريدد أيتمز، اندرويد ايتم زي الفيسبوك كده، ما بيوصل لك مثلا اشعارات بان انت عندك اشعار 2 3 4 دولت لسه حضرتك ما فعلتش معاهم او ما جريتهمش. ديت اللي بيعمله لي البادج ده يا جماعه. طيب بالكود كل اللي احنا محتاجينه علشان نبتدي ندرج البادج ده الوسم اسمه، احنا هنحاول نمثل بس بشكل بسيط القصه. يعني احنا محتاجين الوسم سبان وهنديله الكلاس بادج. تمام، الكلاس بادج ده طبعا هو مش هينفع لك ال كومبوننت يكون فاضي، فمثلا خلينا نكتب رقم معين، مثلا رقم 1. لو انا رحت على الكود بتاعي مش مكروه، هلاقي ان ادي البادج دايره كده الستاندرد طبعا اللون الازرق وفيها الرقم بتاع اللي هو بيكون عباره عن رقم 1. ديت الفكره. ممكن تعمل لها مثلا دوبليكيت كده ما شاء الله، وتحاول تغير في الارقام بما يتناسب معاك. مثلا هي طبعا ملهاش دخل بالقصة، اكتب رقم اللي حضرتك عايزه او الحاجة اللي حضرتك عايزها، وهي كده كده دايركتلي راح ايه راح تتكرر في الدايرة دي. يعني هو بيوفر لك الأرضية دي بس. يعني طيب الجانب الثاني بخصوص مسألة الربط، يعني في الغالب المسألة بتبقى مربوطة بحاجة تانية. يعني مثلا unreaded message روح يظهر لك البادج، يعني انت كلمة بيظهر تحت منها مثلا العلامة بتاعت خد بالك انت عندك رسالة او الشكل ده تقريبا بنشوفه احيانا في مواقع كتير. طبعا الحديث مش عن فيسبوك عشان فيسبوك يعني بيستخدم تقنيات من جافا سكريبت واجاكس والكلام ده، لكن التمثيل البسيط يعني للربط ما بين البادج وما بين عنصر تاني، فاحنا محتاجين نستخدم اكزاكتلي محتاجين نستخدم الاي دي يا جماعه. طيب ولنفرض انا هعمل مثلا اتش 3 وهحاول اربط ما بين الاتش 3 وما بين البادج ده. يعني مثلا هقول له عند الاتش 3 انا عندي unreaded messages، الرسائل اللي انا ما قريتهاش مثلا للتمثيل عندي، وهروح ادرج الاسبان كده. مفيش يعني مفيش ربط ما بين الاثنين. علشان نبتدي نربط ما بين الاثنين احنا محتاجين عند البادج يا جماعه اي دي، تمام، ومحتاجين عند الوسم اللي احنا هنربطه بالبادج يا جماعه الوسم اللي اسمه او الخاصيه اللي اسمها area described by سبق، وان احنا اتكلمنا عنها تقريبا في حال من الاحوال قبل كده. يساوي هبتدي احط، المفروض طبعا قيمه الاي دي بتساوي قيمه الاريا ديسكرايبد باي ديت. المفروض انا هكتب كلمه مسج على سبيل المثال بكنترول سي وهحطها في الاي دي بكنترول في كده. بيقول الاثنين يعني في نوع من انواع الربط ما بين الاثنين، يعني هذه الكلمه وتحت منها بيكون الهنت بتاعها، بس الاثنين طبعا مربوطين ببعض. هو ضروري ان يكون في نوع من انواع الربط ما بين البادج وما بين الكلمه بتاعته، فربما يكون في اكتر من اشعار او اكتر من شيء بتحاول تلفت الانتباه لي، ما بين رسائل ما بين اشعارات ما بين تفاعلات ما بين حاجات مختلفه. فديت فائده الربط يا جماعه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.